عد بسرعة بس العلم بسرعة. حرام عليك يا عم اسمعني. طيب اسمعني انا بصرف، انا حضرتك كنت هنا الاول، الناس كلها من اي حد بيعدي ده كله اكن صوت فيه حاجه يا باشا. هات هات البحث العلمي، هات كتب البحث العلمي. واحنا مش هنسيبك يا عيال. الناس اللي واقفه دي بتعمل ايه؟ مسؤول عن الصواب. فيديو المكان اللي كان مش حد عارف عنه حاجه، ان ده المجمع العلمي المصري. مش حد عارف ان ده المجمع العلمي المصري. شايف الكتب دي انا مطلع منين دلوقتي؟ كسر شباكه ودخلت اوضه عشان اطلع الكتب اللي قدام منك دي، وكل واحد عمال يرمي في المايه جوه وسابوها. لقيت الاوضه مش نازله فيها نار، رحت كسر الشباك ودخلت. طلعنا بقى لنا ساعه بنطلع كتب من قلب الاوضه دي. الاوضه الثانيه اللي مش عارفين نكمل فيها لان النار نازله من فوق. طيب المشكله ان هو هتروح فين الكتب دي اساسا؟ هيدخلوها جوه ولا مش هيولعوا فيها؟